هذا وقد عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ايضا اجتماعا مع معالي السيد جيني كوكلوبايف وزير خارجية جمهورية قرغستان، وتم خلال الاجتماع بحث اوجه العلاقات الثنائية التي تجمع بين الصديقين بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة بالاضافة الى مناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.